السلام عليكم، يومكم جميل ومبارك ان شاء الله. النهارده شويه كبده، النهارده معموله بالبصل، بس حاجه بجد بجد يا جماعه، البصل في الكبده ده موضوع تاني خالص ومختلف، ومقدمينه مع الحبشتكنات بقى والبهاريز والسلطات الجميله، هتشوفوها ان شاء الله لاول مره. انا عندي كبده بقطعها، عندي بجيبها شرايح من عند الجزار، هو بيقطعها لي شرايح زي البانيه بالظبط. ببدا ان انا اخدها واقطعها كده بالسكينه، وبعد كده اقوم واخدها بعد ما اقطعها بقوم اقطعها كده تاني عشان تبقى بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. بص بقى شكلها ما شاء الله عامله ازاي، تتاكل نيه. ابدا اجيب عندي شويه سجق معاهم، بس اقطعهم صغير جدا، تمام. بعد كده بقوم جايب عندي صينيه عندي، واقوم احط عليها معلقه سمنه كده حلوه، واجيب عندي بصل، اديها بصل كتير تديكي طعم جامد قوي. اجيب عندي بصل اقطعه عندي شرايح بالشكل ده، حوالي 3 او 4 بصلات، وبعد كده ابدا ان انا اشوحهم تشويحه كويسه جدا على النار. وبعد كده ببدا ان انا اقوم جايب عندي فلفل رومي اخضر، واقوم جايب واحده فلفل حامي كده عشان تظبط لي الاداء، واقطعهم عندي شرايح رفيعه. ماشي الكلام، ونقلب بايدينا، اكيد طبعا بنقلب بالمعلقه، لكن انا قلبت بايديا. وبعد كده اقوم جايب 4 فصوص ثوم مقطعهم شرايح زي ما حضراتكم كده شايفين، ثوم مش كتير، هم 4 فصوص هيعملوا معاك اللازم. وابدا ان انا اشوحهم عندي مع البصل. بعد ما اشوحهم كده واديهم تشويحه، ببدا ان انا اخد الكلام ده هو كله واركنه على الجنب. في النص بقى اقوم حاطط عندي الكبده، وما اجيش ناحيتها لمده دقيقه بالظبط. بعد كده ابدا بعد دقيقه ابدا ان انا اشوحها كده بالطريقه ديت، واقوم حاططها جنب على البصل. في النص اقوم حاطين عندنا السجق اللي انا مقطعه شرايح رفيعه جدا، خطيره يا جماعه. ابدا اقلب كله مع بعضه، البصل مع الثوم مع السجق مع الكبده، الله على الروايح، اللهم اني صايم. بعد كده ابدا ان انا اجيب عندي الفلفل الاخضر الحامي والفلفل الاخضر الرومي بتاعنا، وطماطم اقوم جايب 4 طماطمات كده شرايح، ونبدا نقطعهم. بيديها طعم سكر مع شويه كزبره خضراء، اديها شويه كزبره خضراء كده مفرومين، ونقوم واخدينهم عندنا على الجمال ده، الله. بعد كده اقوم جايب شويه كمون، شويه كزبره ناشفه برده نفس الكلام، شويه ملح، وبعد كده بقوم مديها عصير ليمونه بس يا باشا، وعلى كده ولا اي حاجه تانية. ونقلب التقليبه التمتينه، ونار بقى تكون هاديه لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا، وكله ياخد ويدي مع بعضه. اكل يا جماعه على الفطار ولا كلمه. بعد ما قلبتها كده اهوت التقليبه التمام، كده بقت جاهزه معايا. اجيب عندي السلطات الجميله، السلطه الخضراء والسلطه الطحينه وشويه الشيبسي والعيش الشامي الجميل، وهوب نقوم حاطين الصينيه، واحلى فطار في الدنيا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله وصلتون اعجابكم، اشوفكم على خير، سلام عليكم.